Bienvenue chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer une recette tunisienne. C'est l'arsida, c'est une recette à base de semoule. Les ingrédients pour la recette. Alors, j'ai pris l'équivalent de 200 g de la viande. J'ai pris de l'agneau et je l'ai coupé des petits morceaux. Un morceau de poivron, de l'oignon, une cuillère et demie tomate concentrée, la moitié d'une cuillère soupe de l'harissa, poivre noir, ras el hanout. Et sel et de l'ail, un verre d'huile d'olive et de la semoule extra fine et trois verres d'eau. On va prendre que deux et la troisième, c'est de réserve, si jamais qu'on a besoin. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا عصيدة، والروسيت هذه روسيت تونسية. شنو يلزمنا للروسيت؟ الباز نتاع الروسيت هي سميد، ويكون سميد ارطب ياسر. يلزمني اللحم، ويكون نابورت اي لحم، دجاج ولا علوش ولا بقري كيما تحبوا انتم. وهي بالحقيقه طيب القديد الروسيت هذه. انا خذيت لحم علوش، قصيته مرشوات صغيرين، وخذيت شطر راس نتاع فلفل، والبصل يكون من البصل الاخضر المستحسن، يكون البصل الباز نتاع الروسيت يكون البصل هذايا الاخضر، ومغرفه ونص طماطم ونص مغرفه هريسه، راس الحانوت والفيح نتاعنا اللي استعملوا الفيح تحبوه انتم، مي انا استعملت راس الحانوت، فلفل اكحل وملح وثوم وكاس زيت زيتونه. وناخذ على الكاس السميد ناخذ 3 كيسان ماء، واذا كان نسحقو كان زوز كيسان ونص نستعملو كان زوز كيسان ونص. نكيلو ناخذ كاس سميد على 3 كيسان ماء. تبعوني وتشوفوا الريسيت تحفونا برشا. لا بروميير شوز مي زامي، اون فا بريباري لا صوص. توا نبدو نحضرو الصوص نتاعتنا، هي الاولانيه نحطها على النار باش نحضرو السميد نتاعنا. سهله برشا، ما طلبش برشا وقت، خاصه اذا كان نعملوها بالعلوش ولا بالدجاج في ساعة في ساعة راهي تطيب، ما طلبش وقت كبير. هذو ما قلوهم على النار، ومن بعد نصب عليهم كويس نتاع ماء. قالوا فاغو بني صغير فيها خيونا جوتا نبيعبو. حطهم على النار توا، قلوها بالجدي بالجدي ونمرقوا بالماء، خلوهم مدة 20 دقيقة تطيب. كمية تطبق الكيسون، ونفاجتي دلو، نزيدو كاس الماء، نزيدو الماء اللي يلزم. إذا كان طيب بالدجاج ما تحطوش ياسر ولا العلوش، إذا كان بقري زيدو شوية ماء، وخلوها حتى اللي قرب زيتها نتاعها، لازمها تكون خاطرة الصوص هذيا بالذات لازمها تكون خاطرة. نزيدو شوية ماء ونفاجتي بتيب دلو. Voilà, on a mis 2 verres d'eau et on va le laisser 20 minutes à peu près. Le temps de cuire. Sauce en tarte n'a pas de petit. Je vais me faire un arbre de sauce. Notre sauce elle est cuite, ça y est. Mettre ton casserole. باش نحضروا العصيده نتاعتنا، ناخذ الماء زوج كيسان ماء، والثالث نزيدوه اذا كان مستحقين. اون فا ميتر دو فيغ اي لو تروازيام سي اون ا بيزوان. شويه السل، نحط السميد نتاعي، نخلط السميد نتاعي بالقدا، نحطو طو على النار، نفالو ميتر سو لو فو. تبدو بشوي بشوي وتخلطو. سيت غوسيت إل غوسومبل، سيتي إن غوسيت إيطاليان على باز بولانتا. الروسيت هذه الاصل نتاعها، العصيده راهي الاصل نتاعها طليانيه، واسمها بولانتا، والتوانسه خذوها بالطريقه اللي يحبوا عليها هما ويعملوا لها صوص. نبداو نحركوا شوي بشوية حتى تحصلوا كيما الكريمه وما ايباس، ما خافره برشا. نبداو نعصبوا بالطريقه دي،
نزيد شويه هنا شجره تنفضوا في شو ميلانج العصيده بتاعتنا طابت زي ما تشوفوا ما عادش تلصق كل طلع الكسرونه راهي طابت هاي شوفي العصيده بتاعتنا خضرت كيما تشوفوا ما عادش تلصق الكل في الكسرونه الطريقه هذه. واذا كان لصقت لكم العصيده تنجموا تستعملوا المكسيك كعبرتكم تنجموا تستعملوا الميكسر وتتسرح لكم العصيده راهي بالطريقه هذه سهله بكل الكل ماهيش صعيبه باش تطيبوها. به الصوص بتاعتنا حضرت زاد كيف كيف كيما تشوفوا الصوص يلزم تكون عاقله راك تشوف بالطريقه هذه فوكر سوا يبس حضرت اول بولي باش نحط فيه ناخد شويه صوص كاين عملنا حفره في الوسط باش نحطو فيها الصوص بتاعنا Voilà mes amis, comme vous voyez, notre plat il est prêt, il est magnifique. Si nos recettes, elles ressemblent beaucoup pour l'antin. Si nos recettes, à la base, elle est italienne et les Tunisiens, ils ont changé autrement, ils le cuisinent autrement. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Malienne. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي العصيده بتاعتنا حضرت روسيت تحفونه برشا وخفيفه برشا حضروها وقت نبداو اون فامي ان شاء الله عجبتكم الروسيت ان شاء الله تجربوها في دياركم ما تنساوش تمشيو باش كوزين ماليه وتحطوا جن اذا كان عجبتكم لي روسيت لي زيدين تبقاو على خير ان شاء الله تقابلوا في روسيتنا احسن